إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة مع الدرس 23 من دروس السيرة النبوية المختصرة في ضوء كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وموعدنا في هذا اليوم مع غزوة مؤتة أو بعث مؤتة، على اصطلاح المؤرخين أن الجيش الذي لا يكون في قيادته النبي صلى الله عليه وسلم هو بعث أو سرية، أما ما خرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فمهما كان عدة أصحابه فيعتبرونه غزوة. وكانت بعث مؤتة أو غزوة مؤتة على اصطلاح بعض المؤرخين في جمادى الآخرة سنة 8 من الهجرة، وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا من عنده إلى عظيم بصرة وهي في جنوب الشام، فاعترضه أحد الأمراء في الطريق من نصارى العرب فقتله، وكان قتل الرسل أمرا شنيعا في عرف الأمم جميعا، فالرسل محترمون حتى بين الأعداء، وهذا ما يحصل في العرف الحاضر، فالبعثات الدبلوماسية لها حصانتها ولها حرمتها، فأغضب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقرر أن يبعث جيشا، وكان تعداد هذا الجيش 3000، ولم يجتمع هذا العدد في جيش للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان يوم الأحزاب، وكأنه علم بمآل وحال هذه المعركة، فجعل على القيادة زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن قتل فالقيادة مع جعفر ابن أبي طالب الملقب بجعفر الطيار، فإن قتل فالقائد بعده عبد الله بن رواحة. وما حصل هذا في أي من المعارك والسرايا أن يعين نائبا ثانيا وثالثا لقائد الجيش، خرج هذا الجيش وحينما بلغوا أدنى الشام وعلم بهم هرقل برز لهم في 100,000 من الروم ومعه 100,000 من نصارى العرب، فاجتمع لهذا الجيش القليل المكون من 3000 اجتمع له 100,000، فكان أمرا فظيعا وأمرا عظيما، فانحاز المسلمون إلى قرية من تخوم البلقاء يقال لها مؤتة، وحينما نشبت المعركة
أو قبل أن تنشب المعركة تشاور المسلمون هل يكتبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواقع الحال فيمدهم بمزيد من الرجال، أو يوجههم بما يكون فيه مصلحة للجيش وللمسلمين؟ إلا أن عبد الله بن رواحة لم يستحسن هذا الرأي الذي انتهى إليه المسلمون، وقال: يا عباد الله، إنما خرجتم تبغون النصر أو الشهادة، وإنما ونحن لا نقاتل بعدد ولا عدة، وإنما نقاتل بقوة الله سبحانه وتعالى وبنصره وتأييده. أو كما قال رضي الله عنه: فاستحسنوا رأيه واستعدوا للقتال والتحموا مع المشركين، فقتل زيد رضي الله عنه، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب، ولما رأى شدة القتال ارتجل عن فرسه رضي الله عنه حتى يبعث الروح المعنوية في جيش المسلمين، لأن الذي يرتجل عن فرسه إما أن يقتل أو يموت، إما أن ينتصر أو يموت، لا مجال للفرار. فقطعت يده اليمنى فأخذ الراية بيده اليسرى، فقطعت يده اليسرى فضمها إلى صدره رضي الله عنه. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبدله بيديه جناحان يطير بهما في الجنة، ولذا لقب بجعفر الطيار. ثم قتل رضي الله عنه، فأخذ الراية عبد الله بن أبي رواحة، وما لبث أن قتل، فأخذ الراية رجل من الصحابة يقال له ثابت بن أكرم، وصاح في المسلمين: أيها المسلمون، ابتغوا قائدا لكم ليحمل رايتكم. فقالوا: أنت؟ فأبى، فأخذها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم سيف من سيوف الله، ومعروف عن هذا الصحابي الشجاع المحنك أنه لم يهزم في غزوة غزاها أو معركة دخلها، لا في جاهلية ولا في إسلام. ولذا من شجاعته رضي الله عنه في هذه المعركة أن قال: تكسر في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، ولم يصمد في يدي إلا صفيحة يمانية. تصوروا كم قتل بهذه الأسياف حتى تكسرت، مع أن السيف مصنوع من الفولاذ الذي لا ينثني وإنما ينكسر. وقاتل رضي الله عنه ببسالة عظيمة، وكان لهذا أثر في قلة القتلى من المسلمين، فعلى الرغم من هذا الجيش العظيم للروم وقلة المسلمين، إلا أن رواية المؤرخين ذكروا أن مجموع قتل المسلمين ما بين 10 إلى 12 رجل فقط، وهذا لطف من الله سبحانه وتعالى وفضل ونصر. ولعل من أسباب ذلك ما أبداه خالد بن الوليد رضي الله عنه من شجاعة، فقد عرف عنه أنه يشق جيش المشركين
حتى يصل إلى آخره ثم يعود رضي الله عنه. وهذا الرجل فعلا فيه شجاعة نادرة رضي الله عنه. فلما أمسى الليل وجد أنه لا قبل لهم بهذا الجيش العظيم، وأن استمرار المعركة معناه مزيد من قتل المسلمين. فبحنكته العسكرية وقبل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتسديده، رأى أن ينحاز بالمسلمين دون أن يشعر به هؤلاء المشركون، فغير في مواقع كتائب الجيش، فجعل الميمنة ميسرة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة. وحينما اصطف مع المشركين وتغيرت عليهم الوجوه ظنوا أنهم قد جاءهم مدد، ثم عمل مكيدة أو حيلة أخرى، فصار يتراجع بشكل متدرج رضي الله عنه، فظنها الروم حيلة لاستدراجهم وكأنه يصنع لهم فخا، فتوقفوا عن متابعة المسلمين. وهذا ما جعل الانصراف للمسلمين دون خسائر ولله الحمد. ولعلي لا أنسى أن أذكر بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجيش، فحينما ودعهم عند الخروج لاحظوا كيف عظمة الإسلام ورحمة الإسلام وشمول الإسلام وعدل الإسلام، أوصاهم قال لهم: لا تقتلوا وليدا ولا شيخا فانيا ولا امرأة ولا معتزلا في صومعة، لأن هذا الدين جاء رحمة للناس وليس انتقاما منهم، بعكس ما ترونه من صنيع الكفار سابقا وحاضرا مع المسلمين، وكيف أنهم يقتلون بلا تمييز صغار وكبار وعجائز ونساء. أما المسلمون فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى أمرهم أن لا يقتلوا من فر، يعني من انهزم، يؤسر لكن ما يقتل. فهذه من مظاهر عظمة هذا الدين، ولذا أقبل الناس على دين الله سبحانه وتعالى ودخلوا فيه أفواجا. رجع خالد رضي الله عنه بالجيش، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه من معجزات الله له بما حصل لهذا الجيش، فصعد المنبر وخطب في الناس وقال: إن إخوانكم الذين خرجوا للغزو أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، وعيناه تذرفان بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. عاد الجيش فاستقبلهم المسلمون وكأن بعض المسلمين لم يرتضي هذه النهاية التي حصلت، فقالوا: أنتم الفرارون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها: بل هم الكرارون، لأنه انصرف من دون هزيمة، انصرف بحيلة احتالها على العدو حفاظا على دماء المسلمين. وهذه الغزوة
أعطت مقدمة لهؤلاء الأعداء ولغيرهم ماذا سيكون عليه الحال بعد ذلك، وهذا ما حصل في فتح مكة وفي غزوة حنين وفي غزوة تبوك وغيرها من الغزوات العظيمة. وفي هذه الغزوة شرع وسن صناعة الطعام لأهل الميت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وبهذا أختم كلامي عن هذه الغزوة أو هذه الوقعة، وهي وقعة مؤتة التي كما ذكرت لكم في صدر كلامي كانت في جماد الآخرة السنة 8 بعد وصول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بقرابة السنة قادما من الحبشة، ثم خرج في هذه الوقعة وقتل شهيدا رضي الله عنه وعمره قرابة 33 سنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم في دار كرامته، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.